دي ست عاملة، ودي ست عاملة، ودي ست عاملة برضو. أصله ما فيش ست ما بتشتغلش في الدنيا كلها. الست بتستثمر في العيلة زيها زي الراجل، بس هو اللي واخد صيت المعيل إذا أعال أو ما أعالش أصلاً، ودايماً له الأفضلية في كل حاجة. تعرف إنه 17.5% من الأسر الأردنية بتعيلها ستات؟ لو جمعنا سوا الشغل برا البيت وجواه هتلاقي إن الستات بتشتغل حوالي ساعة زيادة عن الرجالة يومياً. ده المعدل في العالم، أما في منطقتنا فالوضع لسه أسوأ. الست المتجوزة واللي بتشتغل برا البيت عندنا ممكن تشتغل فوق 9 ساعات في اليوم زي مصر والأردن مثلا. وبالمنطق هتقول أكيد لما بتشتغل برا البيت مفروض شغلها جواه يقل، بس في الحقيقة لا. شو هالمزبلة؟ لأن الشغل ده محملينه للستات لمجرد إنهم ستات مش أكتر، وبيلاقوا لده ألف مبرر حتى مبررات دينية، مع إن أغلبية الفقهاء بتقول إن شغل البيت مش فرض على الزوجة، وطبعاً بيبقى كله من غير مقابل، مع إن قيمته بتساوي فلوس كتيرة. فاكريني الخدامة اللي جابها لهم أبوهم؟ أمي ثم أمي لحد بالكتير بنكتب في الأم أشعار وأغاني، بنعمل لها هيصة وهالليلة مرة في السنة، وبنجيب لها هدايا للبيت مش ليها، يعني مكنسة، خلاط، كده. ولكن بالقانون وعلى أرض الواقع مجهودها واستثمارها كله غير معترف بيهم، وإذا كانت الجنة تحت أقدامها فحياتها أبعد ما يكون عن الجنة. نظرتنا للعلاقة الزوجية اللي لازم تتطور. الجواز المفروض يكون عقد شراكة ما بين طرفين ليهم حقوق ومسؤوليات متساوية، بيتشاركوا كل حاجة من القرارات لشغل البيت لتربية الولاد، ولازم القانون يعكس الشراكة دي. ما ينفع أبداً إنه الست بتربي الأولاد وأحياناً بتصرف عليهم، وفي نفس الوقت ما تقدر حتى تسجلهم في مدرسة، تفتح لهم حساب في البنك، أو حتى تدخلهم في مستشفى عشان يسووا عملية. فهي من حقها إنها تكون صاحبة قرار لحياة أولادها. لما زوجين بيوصلوا للطلاق غالباً بنلاقي الست من غير حاجة، بالرغم من هي كانت قايمة بالعيلة زيها زي الراجل. بس جوزك قدم اللي القانون طلبه منه كله وداك نفقة سنة. طب وبعد السنة أموت من الجوع؟ أسرق أشحك؟ من حقها أن الثروة اللي تكونت خلال زواجهم تكون هي شريكة مباشرة فيه. التغيير ده ضروري وممكن. مش ممكن أنا بعمل كل حاجة في البيت ده؟ لو إحنا مقدرين فعلاً الدور اللي بتلعبه الستات في العيلة، القوانين لازم تتغير. تعمل ثورة نسائية، عشان كده ظلم ظلم ظلم. حتى القوانين اللي أساسها مبني على فهم معين للدين، في دول بغالبية مسلمة اعتمدت على اجتهادات فقهية علشان تعمل إصلاحات في قوانينها وتقربها من متطلبات العيلة النهاردة. ماليزيا مثلاً استندت على آية في سورة النساء: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، وبدأت تفرض تقسيم الثروة بين الزوجين عند الطلاق. دول تانية زي تونس والمغرب والجزائر مثلاً قوانينها بتساوي بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات. الإصلاحات لسه خجولة طبعاً، وتطبيقها على الأرض لسه خجول أكتر، وبقى ضروري جداً إننا نطورها ونعممها عشان نوصل لمساواة وعدالة حقيقية.